السادين كيتباع ب 20 درهم ما خاصوش يتباع ب 20 درهم خصو نورمالمون يتباع ب 1000 فرانك جوج كيلو ب 300 ريال ولا ب 100 ريال حيت حنا عندنا جوج بحور. الخضره غالي لدرجه ما تصورش، لا لحم لا حوت لا خضره غاليه لدرجه ما تصورش. يكذب عليكم الكاذب يقول لكم اه راه رخيصه، سي فريمون شيغ. دابا تصور دابا الشبكه ديال السردي تمشي للمارسا تاخذها ب 5600 ولا تساوي البارح دار 40 400 درهم، بحال السردي واخذه ب 20 درهم الكيلو. التقنين هو اللي ما كاينش، المسؤوليه ديال الصيد البحري هو اللي ما كاينش. بالنسبه للخارج يعبروا لهم ب 24 ريال ولا 28 ريال، وبالنسبه حنا المواطن هو تياكل ب 15 درهم 20 درهم. والله ما هذا منكر. هاد الاسعار باش كتبيعوا انتم شكون اللي كيحدد لكم هاد الاسعار؟ كيحددها لنا السوق والمشري اللي شاري من السوق. واش شاري الغلا ولا شاري الرخا؟ دابا السردين ملي كيطيح الدلاله بحال السردين هذا مشري ب 7000 ريال اليوم، خاصك تبيعو ب 20 درهم، ما تحيد منه حتى درهم، إلا بعتيه ب 300 ريال ما غاتجبدش رزقك. الأسعار كتحدد من الكرو، من البلاصة باش كنشريو، وهي سميتو الخضرات على حسب الموسمية، بحال مثلا الفلفلة والخيار والدنجال والمطيشة وداك الشيء، فهاد الوقيتة كيكونوا غالي لأن وقت البرد دابا، وكاين غير أكادير هاد الفلفلة والدنجال والخيار والمطيشة، غير المنطقة ديال أكادير هي اللي كتعطي دابا، هي اللي كتعطي. وفي الصيف راه كتشوف راه كيكون هادشي كيكون رخيص، ودابا راه غالي من بلاصتو بزاف. السد الغالي كلشي غالي، الخضره مطيشه، البصله اللي حتى درت ما تقدرش هاي الوغ اون بو با ما نقدرش نعيشو. وبحال البطاطا وداكشي على حسب، مره كتكون غاليه مره كتكون على حسب العرض والطلب. هذا هو الغلا ديال الخضره. الخضره ما تيغلى حتى شي واحد، هي اللي كتغلي راسها. الا كانت العرض اكثر من الطلب راه كتكون رخيصه، كان الطلب اكثر من العرض راه كتكون غاليه.